تتكلم عن الدور المصري، لسه كلامنا طبعا مستمر. مصر على مدار الشهور اللي فاتت كانت بتحاول تقنع الطرفين بضرورة إقرار هدنة، وبالفعل بتنجح من يومين في إقناع حركة حماس، وهي طرف طبعا فعل على الأرض في مجموعة من البنود وخطة مرحلية على 3 مراحل، وبتقتنع بالفعل حماس، وده يعتبر نجاح يجب ان احنا نبني عليه في المستقبل. لكن هل تتوقع بعد التصعيد اللي عملته قوات الاحتلال ان هي ترجع توافق مرة أخرى على الهدنة؟ عايز أقول لحضرتك على حاجة، احنا في حالة مراوغة شديدة جدا، حالة مراوغة شديدة واستهلاك للوقت بدرجة كبيرة جدا. يعني كان نتنياهو يتوقع انه حماس ترفض المقترح المصري، لكن المصداقية المصرية والجهد المصري الدؤوب أقنع حماس بأنها تقبل هذا المقترح، لأنه المقترح الحقيقة بيحقق مصالح كل الأطراف. من ناحية بيضمن وقف إطلاق النار وحقن دماء الفلسطينيين، وده الهدف الأساسي للدولة المصرية، أن أنت تحقن دماء الفلسطينيين النهاردة اللي عمالة تسقط يوميا حقيقة. وفي نفس الوقت هتحاول أن أنت تعيد المحتجزين مرة تانية اللي العالم كله واقف عليهم ولا ينظر للجهة الأخرى. أيوة طبعا، حديث رئيس جو بايدن أمس كمان كان تحدث عن ضرورة إعادة المحتجزين مرة أخرى. مش بايدن بس يا فندم، يعني كل الرؤساء الأوروبيين حتى الغربيين كلهم يتحدثون عن ضرورة استعادة المحتجزين. محدش يتكلم مرة عن الحق الفلسطيني، صحيح، محدش يتكلم مرة عن الأسرى الفلسطينيين، محدش يتكلم مرة عن الشهداء الفلسطينيين. كل هذا الكلام الحقيقة بيعكس ازدواجية كبيرة جدا في المعايير. حتى اللحظة مصر ما زالت تستضيف الوفود اللي موجودة، يعني في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي في وفود قطرية ووفود أمريكية ووفود فلسطينية وربما وفد أمني إسرائيلي للتباحث، لكن النتيجة ايه؟ هل الوفد الأمني ده جاي بصلاحيات الإسرائيلي؟ هل جاي بصلاحيات ان هو يوافق او يرفض؟ ولا هياخد برضو الكلام ويقول لك احنا هنرجع تاني تمام لحكومة نتنياهو علشان نسأل ونستفسر وناخد لنا 2-3 كمان يسقط فيهم مزيد من دماء الفلسطينيين؟ الجهد المصري مقدر ومشكور، انت وصلت لنقطة ان حماس وافقت على هذا الكلام. حماس لا تنهي المسألة، لا، حماس تمهد الطريق، قد تمهد الطريق لتسوية المسألة. الكرة الآن في ملعب مين؟ في ملعب الإسرائيليين اللي كل مرة يراوغوا. ليه؟ لأن المسألة أصبحت لا ترتبط بأمن إسرائيل، ولكن ترتبط بالأمن الشخصي لنتنياهو، ترتبط ببقائه في السلطة السياسية، لأنه يعلم جيدا أنه في اللحظة التي يتوقف فيها أو تتوقف فيها آلة الحرب هيمثل أمام المحاكم. ده في النهاردة مذكرات توقيف ممكن تطلع، صحيح، من المحكمة الجنائية الدولية. صحيح إسرائيل والولايات المتحدة لا تعترفان بالولاية القضائية للمحكمة، ولكن ممكن اعتقاله في أي دولة أخرى يسافر فيها تعترف بهذه الولاية. هناك مخاوف حقيقية على شخص نتنياهو. هل يعقل أن حياة شعب بأكماله تكون مرهونة بعقلية شخص؟ هو أنت وصلت لده للأسف الشديد، أنت الكلام ده منطقي ما تقبلوش، لكن هو حاصل على أرض الواقع للأسف الشديد، لأنه بيدعمه كمان مين؟ جناح يميني متطرف جبين جدا هو اللي بيضغط، وهي دي الأيديولوجية الخاصة بيه.